مثل ما شفتوا بالصورة المصغرة، طبعا في سحب لأربع أشخاص، جيف أواي خاص فيهم لكل شخص $5. رح أحكي لكم عن بنهاية هذا المقطع، ورح أحكي لكم عن تحديات الأسبوع التاسع كاملين، وأشرح لكم إياهم وعن بعض الأشياء فيهم بالنسبة لهذا الأسبوع. فإذا أنت أول مرة عندك تشاهد فيديو على القناة، بتعرف لايك سبسكرايب القصص الحلوة، بتشكركم كلياتكم على الدعم الحلو، كود دعم بالأيتم شوبني وتسعة لو حابب أنت تدعمني طبعا، ويلا مع بعض. فلا والله بسكان الطاولة الأرضية وفيديو جديد. هلا مبدئيا انا بعتذر عن الصوت، بس هيك في شوي حلق هيك عم يجعني، وهيك الله يعافي الجميع وهالقصص هي، ما بعرف من شو، يمكن من المي البارده. خلينا هلا مع بعض نفوت على تحديات الاسبوع التاسع. تحديات الاسبوع التاسع بهذا الاسبوع سهله شوي وبسيطه، يعني ما فيها شيء صعب جدا. وبالنسبه على التحدي الخاص بالاصدقاء اللي انت لازم تعمله انت واصحابك مع بعض، هلا مبدئيا خلينا نفوت بالتحدي الاول. التحدي الاول يا شباب بيطلب منك انك انت تفتح 7 اشيست بمنطقه بليزنت بارك. منطقه بليزنت بارك اللي ظاهره امامك، كل عليك انك انت تفتح 7 اشيست بهذيك المنطقة، فهيك انت تكون خلصت هذا التحدي. والتحدي الثاني اللي بعد المطلوب منك انك انت تقتل 3 اشخاص بمنطقة فورتيلا. منطقة فورتيلا اللي ظاهرة امامك يا شباب هاي هي، كل عليك انك انت تروح لهنيك تصفي 3 اشخاص حقيقيين، بلاير مو هانشمان او شيء ثاني، فهيك انت بتخلص هذا التحدي. التحدي الثالث يا شباب مطلوب منك انك انت تعبي السيارات، او مطلوب منك انك انت تعبي السيارة بمنطقة كيتي كورنر. كل عليك انك انت تاخذ سيارة وتروح لهنيك تعبيها بنزين، وهيك انت بتكون خلصت هذا التحدي. هذا التحدي يمكن مطلوب منك سيارتين او 3 سيارات، بس انا عندي واضح انه سيارة واحدة. الموضوع بسيط جدا، بتروح بتاخد سيارة على منطقة كيتي كورنر، بتروح بتعبيها بنزين، وهنيك بيكون في سيارات موجودين بمحطة البنزين، بتعبيها بنزين. اذا خلص التحدي خلص، ما خلص بيكتبوا لك على الشمال انه لسه 1 من 3 او 1 من 2 وبتكمل. الموضوع بسيط جدا، التحديات كلياتها عليها 35000 اكس بي. وخلينا نفوت على التحدي الرابع. التحدي الرابع يا شباب مطلوب منك انك انت تشغل كامب فاير بمنطقة كامب كود. منطقة كامب كود اللي زارة امامك، كاليك انك انت تروح لهنيك تشغل 3 كامب فاير. مطلوب منك 3 كامب فاير مو واحدة، بتلاقي اماكن كامب فاير مثل مزار امامك. هذول هن الاماكن تقريبا في شي 4 او 3 كامب فاير هنيك، بتروح بتشغل 3 كامب فاير، وهيك انت بتخلص هذا التحدي. وننتقل للتحدي اللي بعده يا شباب. التحدي اللي بعده بنطلب منك انك انت تجمع حديد. هذا التحدي انعاد معنا بالاسبوع الماضي ولكن بغير مكان. بتروح بتجمع 200 حديد بمنطقة هايدرا 16. كل عليك انك انت تروح لهنيك على هاي المنطقة اللي زار امامك على الخريطة، تروح تكسر 200 حديد، وهيك انت بتكون خلصت هذا التحدي. التحديات بسيطة جدا وما بده شغل زيادة. بالنسبة لتحديات ما قبل الاخير، هدول بقى التحديات انا دائما عم بجمعهم مع بعض. تحديات ما قبل الاخير يا شباب هدول، كل عليك انك انت تقتل هانشمن. اول شيء مطلوب منك انك انت تقتل 7 هانشمن او 7 لصوص، يعني 7 تابع او 7 لصوص، هدول اللي بينزلوا من السماء اللي ظهر الصورة تبعهم امامكم. هذا التحدي بينطلب منك انك انت تقتل 7 يا هانشمن يا اما من اللصوص، يا اما من التابع يا من اللصوص لحالك، هيك انت لازم تخلص هذا التحدي لحالك. وبعد منه بيطلب منك تقتل 70، هذاك التحدي بيطلب منك 7، والتحدي اللي بعده بيطلب منك 70. بس شلون بدك تخلص هذا ال 70؟ هذا ال 70 بتخلصهم مع اصدقائك، يعني بتنزل جيم سكواد انت وثلاث اشخاص، بتقتلوا يا اما 70 هانشمن يا اما 70 لصوص، تمام لحد الان. بس هدول بنحسبوا لك على كذا جيم، يعني لو انت عندك سكواد بتلعب معه بشكل دائم، كل عليك انك انت بتروح لهنيك، بتروح بتقتل هانشمن بالاماكن اللي هي فيها الهانشمن اللي احنا متعودين عليها، او بتقتل اللي هن بينزلوا من السماء، هدول التابع اللصوص عفوا، بينزلوا من السماء، وهيك انت بتكون خلصت هذا التحدي. بينطلب منك 70 انت واصدقائك مع بعض. اما بالنسبه للتحدي الاخير يا شباب، التحدي الاخير بيطلب منك تفتح 7 امو بوكس بمنطقه ميستي. منطقه ميستي اللي ظاهره امامك، كل عليك انك انت تفتح 7 امو بوكس، وهيك انت تكون خلصت هذا التحدي. هيك احنا بنكون شرحنا كل التحديات الخاصه بالاسبوع التاسع. صفيان عنا اسبوع واحد ان شاء الله. خلينا هلا نحكي عن الجيف اواي يا شباب. الجيف اواي رح اعمله انا ان شاء الله. انا لازم المفروض اعمل سحب على تحديات الاسبوع الثامن، بس الصراحة انا رح اسحب عن تحديات الاسبوع الثامن، ما حاسحب عليهم، يعني ما رح اسحب هي، يعني ما رح اعمل السحب، يعني عرفتوا، ما رح اعمل السحب بتحديات الاسبوع الثامن. الناس كلها اللي معلقة بتحديات الاسبوع الثامن رح يتم السحب عليها بتحديات الاسبوع العاشر. انا اجلت هذا الشيء، بعتذر عن هذا الموضوع، بس هذا الاسبوع ما حقدر اعمل جيف اواي لشخصين ب $10. انا اسف، هذا الاسبوع ما حقدر لانه صار عندي شويه قصص وهيك، ما قدرت اعمل السحب. بس ان شاء الله رح اعمل السحب الخاص بالشخصين تبع تحديات الاسبوع الثامن، رح اعمله بتحديات الاسبوع العاشر. يعني بالاسبوع العاشر عندنا الاعلان عن 4 فائزين، 2 من تحديات الاسبوع الثامن و2 من تحديات الاسبوع التاسع. بتمنى تكونوا عرفتوا الموضوع وعذرتوني بهالقصة، احسن ما الغي الجيف اواي انا اجلته اسبوع. بالنسبه للجيف اواي يا شباب، لو انت حابب تشارك بهذا الجيف اواي حاليا،
كلك انك انت تعلق على هذا الفيديو اي تعليق كان، وتعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، وكود دعم بالاتم شوب نموت ساعه تستخدمه بالكود الاتم شوب انت عم تشتري اي شيء يعني فورتنايت، وهيك انت بتكون دخلت بالسحب. وانا بعمل سحب عشوائي على الاسماء الموجوده بالتعليقات، يلي هو اللي حيكون على سحب تحديات الاسبوع التاسع وتحديات الاسبوع الثامن. رح اعمل الاثنين، رح اعلن عنه ان شاء الله بتحديات الاسبوع العاشر. بعتذر اني اجلت التحديات تبع الثامن لهلا وما قدرت اعمل السحب هلا، رح اعمله ان شاء الله بالعاشر واعلن عن 4 فائزين. فمثل ما قلنا لك بس اكتب كومنت تحت وحط لايك وفعل الجرس واشترك بالقناه، وهيك انت وضعك بالسليم. بعمل سحب عشوائي على التعليقات بهذا الفيديو وبالفيديو الخاص بشرح تحديات الاسبوع الثامن. شكرا على تفهمكم لهذا الموضوع، ولا تنسوا الدعم بالاتم شوب مشان هيك القصص الحلوه هي نيمو 9، وشكرا لكم، برعايه الله. واحد نوك واحد نوقته ما عرفش راح فين. واحد وايت هنا يا عم القرف الشارك ده. نوك ولي لحظة ده تبعلك يا اسطى. تمام عارف التمام ده التمام قوي. شوف خل يا عم يا عم جابني اهو تحت وهيجي يجيبك كله بغباء، حاجه في منتهى الغباء ما تفهمش. وانت جاي ايه تجيبني حاجه في منتهى البتة البتة؟ انت بوت كده ليه؟ بس كده انت بوت يا دمين.